بعرف موضوع بدر وبيبي، وما تخافي ترى بس أنا الوحيدة اللي بعرف، ما في حدا غيري بيعرف. سبرايز. مبروك علينا البعثة. الله يبارك فيكم. بس منو قال لكم؟ منو بلغكم؟ أنا؟ مهرة هو مو بالي ولاني صوبة. غريبة، نحب واحد ونركض وراه. أنا ودي أتقدم لك وأخطبك. سؤالي فيه إحراج لك شوية، ما لك نية زواج؟ دزت لي مسج تقولي تبيني ضروري. خير؟ بروحنا؟ اليوم دور بدر قد ما ندوية بالمستشفى. ما عارف شو اسوي. بنتي بالمستشفى، انا مشتتة، تعبانة وايد. بنتي قاعدة تروح من بين يدي. بيتي يخترب، زوجي مو قادر أحافظ عليه، كل هذا ما يهمني. أنا عارف أنتوا تتواصلوا مع بعض، شفت تلفونه. الإنسان مهما يكذب لازم ينكشف، رب العالمين موجود. شفت واتساباتكم حق بعض، شفت كل شيء. على الأقل بس احترموا بنتي المريضة. ما أدري إذا بترد بحضني ولا لا، احترموا مشاعر الناس. قبل لا تكملي، أنا حاولت إني أوخر عنه بس هو مو راضي يهدني. ليش؟ ليش وخرت عنه؟ ليش يبيك؟ ليش مو راضي يهدك؟ إيش اللي فيك أحسن مني؟ قولي لي شنو ينقصني؟ إيش فيني؟ شكلي في شيء قاعد يقولي لي. غبية ثولة ما أعرف أسولف. ناقصني شيء. أدري، قولوا لي إذا فيني شيء. لا حبيبتي، أنت فيك أشياء أنا ما عندي إياها، أنت وايد أحسن مني. بس يحبك أنت، ومجدمك أنت، ويبيك أنت، وبايعني، وبايع بيته عشانك. أنا ما قصرت معه بشيء، سويت له كل شيء هو بس يعشرني. أنا واجباتي كزوجة سويتها بالكامل، ما ينقصني شيء. بس انت اللي يبيك. ساعات الحياه تخلينا نسوي اشياء غصب عنا. والاشياء اللي غصب عنكم ما تقدرون تغيرونها. صعب. صعب منك ولا منا؟ عشان افهم بس. ما اقدر اتكلم، اخاف اجرحك اكثر. وحشك، ما أقدر أعيش من غيره ولا أبي ريال غيره. رد تحتي، كل حب عشته بحياتي كان غلط، بس هو الصح. حب البدر هو الصح. سكتي 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 ما تتكفر ولا أقدر أعوضك عن اللي سويته. بس مو ذنبي، أنا عمري ما توقعت إن الحب كذي. تعلقت فيه، قيدني، وأتمنى إني أفتك منه، بس ما أقدر. أحبه. أنا إنسان من حقي أحب. هذا
أنا بعد من حقي أحب، من حقي أحب زوجي ما حد يشاركني فيه، زوجي ملكي أنا بروحي، منو حق فينا بهالحب أنا ولا أنت؟ أنا أحبك بس حب البدر أكبر من كل شيء. أنا سوي لحظة أدق ليش ما تردين؟ شو تسوين لبيتي؟ موناش كانت تبي فيك؟ بدر خلاص روح. ما راح أروح، ما أروح من هني لما تقولي لي موناش كانت تبي فيك. ليش ما تروح تسألها؟ ليش أنا؟ بسألك أنت، قولي لي خلاص. بدر خلاص روح. أنت فاهم واللي يعافيك، واللي يعافيك أنت فاهم، بس قولي لي إيش صار؟ إيش كانت تبي فيك؟ إيش كنتوا قاعد تقولون؟ في شيء؟ في شيء صاير؟ روح اسألها، روح اسألها هي. أنتي وغلاتي تقولي شو قاعد تسوي معي ديدي؟ أقول لك أنا محمد. ممكن أعرف شنو اللي صار برا؟ يخالف تهدى؟ ما يحتاج تفهميني يا اختي الكبيرة الفاهمة، الحين انا عرفت حقة تبينا نطلع بيت بروحنا. وين كنت؟ وين بكون يعني؟ أكيد بالمستشفى. حق بالمستشفى. باخذ هدومي وبرجع المستشفى.
الله يخليش لا تلجيني بسوالفك. أنا أكلمك ما تمشي. أنا قاعد أتكلم معك توقف. ترجيتها؟ بكيت؟ طحت عند ريولها؟ انهرت عشانها؟ تحبها؟ لا تكذب علي! لا تكذب علي! ولا تمشي لما أتكلم! منى لا تجنني ترى اللي فيني مكفيني. لا تجنني. بنتك بتموت! بتموت! اصحى من اللي انت فيه! هذه اغلى من بنتك! هذه اغلى من بنتك كلها! سمعيني! اذا ما تبينا نخسر بعض الليله الحين بهاللحظه نصيحه واخري عن طريقي. ولا كلمه. محمد تهني ايش دعوه ما سويت لي وياك تعود تسوي لي دائما تبي اسوي لك شيء تاكله لا مشكوره بالعافيه كليت تبي تظل منفس علي كذي وايد زي خلاص لا ترد علي بس انا في بقلبي كلام ودي اقول لك اياه قلت لي كم كلمة تعور ترى أنا عمري ما استغفلتك محمد أنت أخوي وأنا صدق أحتاجك تكون معي ظهر وسند لي حشا والله عمري ما استغفلتك ودي أقول لك وأبرر لك بس أدري أن أنت مالك خلق تسمعني بس أنت استعيلت علي بحكمك أدرج. سلام وعليكم السلام هلا هاجر هلا فيك تفضلي دام فضلك ألف مبروك الله يبارك فيك يا رب شلونك مع محمد الحمد لله بخير هلا تفضلي شنو هذه؟ أدري فاجأتك بس أنا احتمال أسافر وما أكون موجودة وقت خطبتك فقلت أهديك الهدية البسيطة أسبق الكل فيها مرة واحدة بمناسبة قبولك بالبعثة ليش بتعبى نفسك؟ لا ولو فيها آية قرآنية قلت تحفظك من العين بحفظ الرحمن مشكورة ما قصرتي حبيبتي دلال تستاهلين كل خير وعسى الله يوفقك إن شاء الله أجمعين يا رب عيل تامرين على شيء؟ لا سلامتك الله يسلمك على ذنتك الله معك
شو قاعد تسوي معي ديدي اقول لك؟ بيبي انا جايبك هني لان عندي موضوع ابي اكلمك فيه. خير شنو خرعتني؟ انت تدرين ان انا ومرتي كان مفروض من زمان ننفصل. شنو يعني خلاص تطمقتوا؟ لا تحاتين يعني، الموضوع تم بهدوء وبتفاهم. هي اصلا كانت حاسه ان انا من زمان مو قادر اكمل علاقتي معها. انا صدق اني طلقتها من قبل بس كانت طلقه اولى. الحين خلاص صار الطلاق نهائي. زين هي الحين وينها؟ بغرفتها؟ لا خلاص سافرت. قبل شوي وديتها المطار. والله ما ادري شو اقول لك عمي. تبين تفهمين انك مو ملاحظه ان علاقتنا متوتره من زمان؟ ما ادري يعني ذاك اليوم كنتوا عندنا بالبيت تضحكون وتسولفون ما فيكم شيء يعني ما توقعت توصل علاقتكم لهالدرجه. بعد نصيب. الله يوفقها ان شاء الله بحياتها. والله يوفقني انا مع اللي ابيها. انا جبتك هني بس عشان ابي اقول لك شنو الخطوه اللي ابي اسويها الحين. شنو الخطوه؟ هاجر بنت خالتك. ابيها وبتقدم لها. انا ابي اصارحك. وبقول لك كل شيء. انت بنت اخوي وانت اكبر اخوانك وانت العاقله والفاهمه. هاجر احبها من زمان وابيها. علاقتي الزوجية علاقة محكومة بالفشل. خلاص أنا بنيت أمالي وخططي وأحلامي المستقبلية كلها مع بنت خالتك. أبيك تساعديني بهالموضوع. عمي عمي هاجر مو صوبك الحين. أنا دلال. هلا والله شلونك؟ اي ما تقصر هاجر والله، خوش بنيه ما تقصر والله. صدق؟ شلون بتسافر؟ ما قالت لي. خلاص خلاص انا اكلمها. يلا يلا ادق عليها يلا. يلا مع السلامه. الو هلا هاجر شلونك؟ تمام الحمد لله. اقول لك انت صدق بتسافرين؟ انت ايش درك؟ دلال قالت لي. ايش حق قلتي لي انك بتسافرين؟ ايش صاير؟ صاير شيء؟ لان اعرف نفسي ما راح اقدر احضر. وعسى الله يوفقكم ويبارك لكم ان شاء الله. مع السلامه. حياك. ربي حاكي منو انا؟ مو قاعده اكلمك؟ سمعتك. ادري انك سمعتيني، بس وين رده فعلك يعني؟ مو مستانسه ان امك وصلت بيتهم تاخذ حقك تبرد خاطرك؟ ايش تخربطين؟ ايش تبين؟ انت اللي ايش فيك استسلمتي كذي؟ اي استسلمت، ارتحتي الحين؟ عشان طيحت بنتك استسلمتي وبتخلينا لها بارده مبرده؟ ترى انت مو عارفه ايش تقولين؟ ايش الحكي؟ اي مو ما عارفه تحكي، قولي لي علميني فهميني. كلمي امي وقولي لها ما لها شغل ببيبي ولا باهل بيبي، لا تروح لهم، ماني ناقصه فضايح اكثر. يا سلام، انقلبت الايه، صرتي بصفها الحين. ماني بصف احد، بصف بنتي اللي طايحه بالمستشفى على السرير. خلاص، مالي خلقهم اثنينهم يسوون لي ابونا كيفهم. تدرين شلون عاد؟ انا اللي باخذ حقك من هالبيبي هذه، لاني اكتشفت انها معاي بالنادي. ما راح اسكت لها لا عرجبها وهي قاعد تمشى على الجهاز واخليها تتحرول عشان ما تقرب صوبكم.
بدور شو تنحاشين مني؟ يعني شو خفتك؟ مو قاعدة انحاش ولا قاعدة اخاف، بس بروح المحاضرة بالمبنى الثاني. يلا انا وصلتك. يا علانة توصلني. لا بس شكلك هالايام بسرعة تخافين. لا انا ما اخاف من احد. وانا اموت باللي ما يخافون. زين اقول لك انا عزمت خلاص. بكلم امي، اكلم امك واني نخطب. فهد الحين مو وقته، انا بروح عندي محاضرة. لحظة انا ما خلصت كلامي. ايش فيك تقولي شيء؟ ايش اقول؟ خلني امشي احسن، محاضرتي. اوكي. دام سكتي وصل المسج. بس سمعي. مو احبك سنين. مو احبك سنين ويوم وليله تغيرين كلامك. انا رجال قدامك، مو ياهل. روحي محاضرتك. مرحبا. اهلا. شايبك؟ شايبني بعد. اكو غيره؟ الشوق. بنت خالتي جت من ساعه، جت باركت لي، بس مبين عليها خوش بنت. انت لا تغيرين الموضوع، عارفه السوالف انا. وهاجر خوش بنيه، هاجر نعم فيها ورابيه ويانا حسبه اختي. جابت لي هديه. مبيع على الهدية وايد غالية. ما شاء الله. يبقى الغالي للغالي تستاهلين انتي. شوف. وايد حلوة، عليك بالعافية. أنا كلمت الوالدة وعطيتها خبر بالموضوع. بس قالت لي إن هي ناطرة أمك تكلمها. لا الوالدة إن شاء الله راح تكلمها، لا تحاتينا. بس هي شنو الحين؟ لا هي بموضوع حفلة قبولي بالبعثة. إيه صح اليوم الحفلة ها؟ إيه إن شاء الله راح تيين ها؟ لا شلي يبني. شلون شلي يبك؟ تدري ما بتصيرين زوجتي وام عيالي ولا تدرين شلون؟ تعالي كزميلتي بالدوام، ايش رايك؟ ما شاء الله خوش زميله. لا 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 فشله ما ابي. فشله؟ اي انا بعزم بنات تذكرينهم قسم المحاسبه كلهم اللي عندنا بالاداره، وبعزم الاداره كلها بعد. اي عادي اعزمهم، عاد الله يعينك على اللوية والازعاج. واي محمد متى نفتك ونسافر؟ ان شاء الله هانت. صدق انا محتاج اسافر. محتاج أوخر عن وايد أشياء. قلتي يمه؟ شو اقول يمه؟ بومتي حمدور الطلايب. عيست واقول لك اهلها اهلها ليش مو راضي تفهمني؟ يمه اهلها يحبونك ويعزونك. وامها يعني تموت فيك. يعني لما تروحي لها ما راح تردك تصدقيني. انا بسالك، انت عمرك سمعت عن وحده تطلقت ويا حماها اللي اخو طليقها وطلب اختها وافقوا عليه؟ اي سمعت. من هذيلا من بيته؟ يمه عاد تكفين. واي بسك حنه خلاص. يمه والله حنه. وخاف احد غيري ياخذها. يا يمه لو هي من نصيبك ومكتوبه لك بتاخذها، ما في حد غيرك ياخذها يمه. يمه تكفين. خلاص بروح اكلم امها، بس الحين ودني اكمل باقي فحوصاتي. يلا. يا رب خير. خير بويك. جوا؟ زين؟ والله زين ما تاخرتي. اي والله اول ما دزيتي لي مسج كنت هنية من المدرسه، فقلت امرك. أنا أبيك بموضوع وايد مهم. أهلاً، شلون سلوى؟ مو زينة.
زين سويتي وقلتي حق عمك انه خلاص ما عاد تبي، بس بيبي العذر اللي قلتيه ترى مو خوش عذر. ليش؟ انت مو تحبين محمد؟ احبه وغالي على قلبي، بس خلاص محمد نصيبه مع غيري ومو معاي. هجور. عادي 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 خلاص، انا اوريدي تجاوزتهم، تجاوزت محمد، تجاوزت عمك، تجاوزت كل شيء، قطيته ورا ظهري. بس انت تدرين ان محمد يموت فيك. ادري، وانا اللي ضيعته بغبائي، وقلبي اللي كان طاير ورا عمك. خلاص انسي اللي راح راح، اهم شيء اليوم بتين العزيمه اللي امي سويتها حق محمد، وتقدرين تطلعين اعذار وافلام. يا ويلك. بي بي لا تحاتين، وبعطيها من محمد هديته مثل ما اعطيتها حق خطيبته. شفتي الدلال؟ رحت لها الدوام، اعطيتها هديتها وباركت لها على البعثه و على الخطبه. دلال ومحمد وايد لايقين على بعض ويستاهلون بعض. ما شاء الله عليك هجور، كبرتي بعيني وايد. ما ادري من وين جبتي كل هالقوه اللي خلاش تخطي حبك له. يا ريت لو عندي نتفه من هالقوه اللي عندك. ليش؟ انت ايش صاير معك مع بدر؟ ما ادري، ضايعه بين حانه وانا، تايهه بين نارين، ماني عارفه ايش اسوي. تصدقين نبي لنا نحشه انا وياك وبدر، نروح الشاليه نسوي اي شيء. أيوة. نحاش من كل شيء. اي والله صاد، جايبين لنا نروح الشاليه، بس خلينا نخلص من لويه محمد وخطوبته واللويه هذه كلها، ووعد نروح الشاليه ننسى كل شيء ونقط كل شيء ورا ظهرنا. صح. مبروك يا ولدي يا محمد، مبروك، وان شاء الله ترد بالشهاده العوده. الله يبارك فيك يا ابي ويطول بعمرك يا رب. شوف عاد مو تسافر وتنسانه، ابوك خربته، علمته على واتساب كول، فيديو كول، كل شيء علمته عليه، راح يدق عليك ليل نهار. يمون يمون الوالد ويدق فيس تايم، يدق واتساب، لو يبي تانجو بعدها بوقت المحاضره ما رد عليه. ما عليك من عمك ومن خرابيطه، انا وين والثانكي وين دي؟ لا يبا تانجو 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 تانجو، انا راح اعلمك عليه لا تخاف. مبروكين اختي مبروكين، ان شاء الله الله يبلغك في معرس، قولي امين. امين يا رب العالمين، اصلا هانت ما بقى شيء، قريب قريب. ها كنا طابخينها. ايه زهبي نفسك هالاسبوع عشان نروح الخطب له. هالاسبوع؟ ايه والله سواها محمد. عاد من هي؟ من بنته؟ والله خوش بنيه، بنته يا ويد، بنت حموله، اصلا وراني صورتها ذاك اليوم، اتين تهبل تهبل، حبيتها من اول ما شفت صورتها. ايه ما شاء الله. هلا محمد. هلا هاجر، شلونك؟ مشكور على الهديه صراحه، ورتني اياها دلال. تستاهلون كل خير، خذ هذه حقك. ما شاء الله كنك مو ناسي احد، مشكوره وكلش ذوق والله. عسى الله يوفقك محمد، انت تستاهل كل خير. تستاهلين الطيب، زين انت للحين ملزمه ما تين خطبتي؟ ان شاء الله. هلا. اي ان شاء الله، بس انا اذنك. أمر إيش بغيتي؟ أول شيء أنا آسفة على اللي صار، ثاني شيء إذا جت لك لولو وقالت لك تبي تروح حق ندى بنت منى بالمستشفى، في شغلة لازم تعرفها. شنو؟ المهندس بدر أبوها. يعني بدر يصير زوج منى؟ وأنت كنتي تدرين؟ لا محمد ما كنت تدري. أقول لك شيء، ترى اللي كان بيني وبين بدر مو لعب، هو كان جايني بنية زواج، بس الرجال طلع متزوج، والمصيبة والأدهى من هذا كله منو زوجته؟ مو أنا رفيجتي. وتلوميني لا مديت يدي عليك؟ لا والله يا أخوي ما لومك، وحق لك تسوي فيني اللي تبي، حتى لو كنت اكبر منك، السالفه اللي سويتها ما لها غفاره. زين وذاك اليوم ايش ابي لحقك البيت؟ تبيني اروح الديوانيه اكسر ايده؟ اكسره بكبره بالديوانيه، لا تخليني اخرب الدنيا قبل اسافر. لا تكفى محمد، تكفى ما ناخذ سوالف وما ناخذ مشاكل، بعد الريال بروحه مو ناقص،
بنته مريضة ومشاكل مع زوجته. خلاص خلنا نطوف السالفة، بعدين أنا قلت له خلاص اللي بيني وبينك انتهى وماكو أي شيء بيني وبينه. هذا حظ أختك. ماشي. خلنا نرجع الصالة الحين، بعدين نكمل الموضوع. أي موضوع؟ أصلاً ماكو موضوع نكمله. أخاف أطلب منك طلب؟ تفضلي. أبيك تنسى كل اللي صار وتنسى كل شيء وتعيش يومك. اليوم هذا يومك، هذه فرحتك. وهذا وقتك، انت يا ما اهتميت فينا وجابلتنا ووقفت معانا وشلت همنا، خلاص ليه متى؟ لا تشيل همي يا اخوي. إذا ريحك تعرف اللي صار بيني وبين بيبي راح أقول لك كل شيء قلناه. أنا وين وأنتي وين؟ أنا قاعد أفكر أودي بنتنا أعالجها برا. قاعد أراقب على أوراقها بالعلاج بالخارج وأنت تقولي لي أبي أعرف شنو اللي صار بينك وبين بيبي. أنت شلون قاعد تفكري؟ صدق قاعد أفكر كذي؟ واللي يسلمك؟ واللي يسلمك استعجل بالموضوع، بنتي قاعدة تروح. الله يخليك. أنا كل هذا عبالي أنت ما تبي تسوي شيء بس عشان ما تبي تفارقها. فارق منه؟ أفارق بيبي؟ يعني أنت هنيتي هذه بنتي ترى. شو أسوي؟ حبكم أكبر من أي شيء. أقوى مني وأقوى منك وأقوى منها. أنت تبيها وهي تبيك وكل واحد يقول أبوي. لا تحطوا الاعتبار، أنا ما عندي مشكلة. هدني، طلقني، اهجرني، والله العظيم ما راح اتكلم، بس هذه لا تروح على الضحية لنا احنا، شكواني، تكفى خل وديها لعالجها واللي يسلمك، هذه عشاشة يوفي، اموت لو يصير فيها شيء، ما عندي اغلى منها. بس، 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 اليوم رايح انا وانتي وانا انت ويا ما راح نتفارق وعد. راكب على علاجه اللي ما يكون بالسلامة واحد منا. وش يديرك؟ منا سوي شيء. أنا مو إنسان سيء، أنا مو هالسوء اللي أنت شايفته. أنت شايفتني أنا أرضى أشوف بنتي تذبل قدامي وتموت قدامي وأرضى ما أسوي شيء؟